تتجه الاندر ملعب انفيد بليفربول للاستضافة الجولة الثانية بين فريق ليفربول الانجليزي والاياكس امستردام الهولندي في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين الكل اليوم نريد مشاهدة هذه المباراة اذا ما عليك فضل الضغط زر لايك والاشتراك بالقناة وشاهد معنا الفيديوهات الفيديو حتى الاخير لكي تعرف كيف تشاهد مباراة اليوم سوف تلعب في الساعة 8 مساء بكل من توقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعة 9 بتوقيت القاهرة والساعة 7 مساء بتوقيت غرينيز وسوف تنقل هذه المباراة على قناة بي ان بريمير تو الناقل الحصري لهذه المباراة بتعليق عصام الشوالي تجدون اللمبات في صندوق الوصف نتمنى من لكم فرصة ممتعة ولا تنسوا بالاول تشاركوا بالقناة وشاركوا توقعاتكم لهذه المباراة من سوف يفوز الفريق ليفربول المستوى مباراة اليوم او فريق الاياكس الضيف التقيل اليوم